رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. في هذه المرة نود أن نذكركم بضرورة القيام بفحص السكر في أيام رمضان المبارك. فعليك عزيز المصاب بقياس السكر في أوقات مختلفة كوقت السحور، صلاة الظهر، صلاة العصر، قبل الإفطار وبعد الإفطار بساعتين. فهذا سيساعدك وسيساعد الطبيب المعالج في التحكم بجرعات الأدوية وإتمام صيام رمضان من غير أي مشاكل. وكل عام وأنتم بألف خير.